السلام عليكم، أنا الدكتور أيمن عبد الوهاب. المحاضرة هتكون مقدمة لجزء التشغيل ضمن مادة Manufacturing Technologies تحت كود MDB183. عمليات التشغيل عموما بتتقسم لنوعين، بتتقسم للنوع الأولاني اللي احنا بنقول عليه traditional أو ليه اسم تاني conventional اللي هو بنقول عليه التشغيل التقليدي، والعمليات التانية اللي احنا بنقول عليها non-traditional أو non-conventional process اللي احنا بنقول عليها عمليات التشغيل الغير تقليدية. ده زي flow كده أو زي figure بيوضح أنواع الماشيننج بروسيس تراديشنال ونون تراديشنال، وتحت التراديشنال هنلاقي نوعين. النوع الأولاني اللي هو التشيب ريموفال، اللي هي العمليات اللي دايما بيصاحبها ظهور تشيب. تشيب ده اللي هو رأي زي ما احنا عارفين، على سبيل المثال العمليات اللي انت شفتها قبل كده اللي هي التورنينج اللي هي المخرطة، الميلينج اللي هي الفريزة، الدريلينج اللي هو التقب، البلانينج والشيبينج اللي هو القشط، ودي كلها عمليات بيصاحبها ظهور رايج. في نوع تاني من التشغيل التقليدي اللي احنا بنسميه ابريجن، تحتيه حاجة برضو احنا عارفينها اللي هي الجرايندينج اللي هو التجليخ. احنا ما كناش بنحس ان في رايج بيطلع في التجليخ، فكان واضح ان طبيعة القطع مختلفة من هنا اتاخد التجليخ في حتة لوحده. فالعمليات اللي انت بتشوفها بتطلع رايش اللي هي بتندرج تحت العنوان بتاع التشيب ريموفل. النوع التاني اللي هو التجليخ اللي هو بيطلع رايش برضو بس في صورة انت مش واخد عليها، ده بيندرج تحت التايتل بتاع الابريجن اللي تحت التراديشنال ماشيننج بروسيس. بالنسبة للنون تراديشنال ماشيننج بروسيس في انواع كتيرة، على سبيل المثال الووتر جيت ماشيننج ده اللي هم بيستخدموا المية في القطع، ده بتبقى بسرعات كبيرة، بيخرج المية تقريبا بسرعة 900 متر او 1000 متر في الثانية، فده رقم كبير بيساعد او بيخلي المية بتقطع. ده شرح مبسط ليها، بس المفروض ان يبقى في شرح تفصيلي للجزء ده. يعني اول بقى ما يجي في دماغي يعني ايه تراديشنال ماشيننج بروسيس، دي معناها ان انا جبت خامة او جبت شغلانة او جبت رو ماتيريال ركبتها على احدى ماكينات التشغيل اللي هي مخرطة، مقشطة، متقاب، فريزة، مكنة تجليخ، وابتديت اتعامل معاها بالقلم اللي راكب على المكنة، وبمجرد ان القلم يلمس الشغلانة بيبتدي يأثر عليها بكاتنج فورس. نتيجة الكاتنج فورس دي ان يبتدي ياخد من الشغلانة رايش. معنى كده ايه؟ معنى كده ان شكلها اختلف عما كانت عليه، الدايمنشن بتاعتها اختلفت عما كانت عليه، السيرفس فينيش بتاعها اختلف عما كانت عليه فيما يعرف بالفاينل برودكت. سيرفس فينيش يعني جودة تشطيب السطح، وده بيتقسم عندنا لحاجتين. الحاجة الأولانية رافنج اللي هو عمليات المقصود بيها تخشين السطح، وفينيشنج وهي عمليات مقصود بيها تنعيم السطح. أنواع الأقلام اللي بتركب على المكن بتختلف على حسب نوع المكنة، بمعنى القلم اللي بيركب على المخرطة أو المقشطة بنسميه سنجل بوينت تول، القلم اللي بيركب على المتاقيب بنسميه بونطة أو بنسميه دريل أو بنسميه تويست دريل، السكينة اللي بتركب على الفريزة بنقول عليها ميلينج كاتر، وبالنسبة للعدة اللي بتركب على ماكينات التجليخ بنقول عليها الجرايندينج ويل أو حجر الجلد. نقطة مهمة إن أنا 90% من الـ required final product اللي بتجيلي عشان أعملها عشان أصنعها باستخدام الماكينات، دايما 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 بفكر في ماكينات التشغيل، وده يورينا قد إيه أهمية ماكينات التشغيل في الحياة الصناعية. المنظر اللي قدامي ده برضو بيبين لنا مثال للكلام اللي كان بيتقال. أنا دلوقتي لو أنا بتكلم القطر اللي ورا ده كبير، معنى كده ان ده الرو ماتيريال.
ابتديت بالقلم ده اتعامل معاه مع الشغلانة والمسها واثر عليها بكاتنج فورس، فابتدى يظهر الرايش. معنى كده لما ظهر الرايش ان المنطقة دي كشيب كدايمنشن كسيرفس فينش اختلفت عن المنطقة اللي ورا، بقت الحتة اللي ورا دي اللي احنا بنقول عليها الرو ماتيريال او الخامة بتاعتي، والحتة اللي قدام ديت دي بداية ظهور الفاينل برودكت بتاعنا. وطبعا المثال اللي قدامنا دوت مثال موجود على مكنة المخرطة. يبقى كده بقى ايه الفرق ما بين التراديشنال ماشيننج بروسيس والنون تراديشنال ماشيننج بروسيس؟ هو برضو اكيد في النون تراديشنال ماشيننج بروسيس في فاينل برودكت برضو بيختلف تماما عن الرو ماتيريال في الشيب في الدايمنشن في السيرفيس فينش. طب يبقى فين بقى المشكله؟ المشكله في طريقه ازاله الاكسس اوف ماتيريال اللي ما بين الفاينل برودكت وما بين الرو ماتيريال. هناك كان عارفين ان الفاينل برودكت حجما اقل من الرو ماتيريال. طب الفرق ده بيروح فين؟ الفرق ده كان بيروح في صورة رايش. امتى؟ اما القلم بيلمس الشغلان. هنا ايه اللي بيحصل بقى؟ الفرق ده اللي ما بين الفاينل برودكت وما بين الرو ماتيريال بيروح فين؟ بيمشي ازاي؟ هناك كان in the form of chip، هنا in the form of atoms. طب هناك كان في قلم، هنا لا، هنا ما عنديش قلم. امال هنا انت عندك ايه بقى؟ بستخدم نوع من انواع الانرجي عشان to remove the excess of material in the form of atom. ايه انواع الانرجي اللي انت بتستخدمها؟ عندي electrical، عندي chemical، عندي electrochemical، عندي thermal، عندي mechanical. ومتهيألي لو فكرت انا وانت كده شوية في المثال اللي انا قلته من شوية اللي هو بتاع الووتر جيت ماشيننج، هتسأل نفسك السؤال، طب هو الووتر جيت ماشيننج ده يستخدم أي نوع من أنواع الإنرجي؟ لو فكرنا كده متهيألي ممكن تفكيرنا يودينا إن هو أكيد هيبقى ميكانيكال إنرجي. عايز أتكلم تاني عن موضوع السيرفس فينش اللي هو جودة تشطيب السطح. المنظر اللي قدامك ده شكل فلات سيرفس، ده اللي أنت متخيل إن ده اللي بيطلع. للأسف مش ده اللي بيطلع، لكن اللي بيطلع الشكل ده اللي قدامنا ده. لو انا خدت الشكل ده واتفرجت عليه هو ده اللي احنا بنسميه السيرفس رفنس. طيب الفرق ما بين القمة والقاع كل ما زاد معناه ان انا رايح ناحية السطح الخشن اللي هو الرف سيرفس، وكل الفرق ده ما قل معناها ان انا رايح ناحية السطح الناعم اللي احنا بنسميه الفينش سيرفس. القضية اللي أنا عايز بس أتكلم فيها والنقطة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها إن مفيش مسافة ما بين القمة والقاع ما بين البيك والفالي إيكوال زيرو. الكلام ده معناه إيه؟ إن مهما بلغت دقة المكنة برضو هيبقى فيه السيرفس رفنس اللي موجود ده، الموجة اللي باينة قدامك دي، ودايما في قمة وقاع. طب السؤال، الكلام ده موجود بس للأسطح الفلات؟ لا برضو أبدا. ادي سطح بالنسبة لي راوند، ده جزء من سطح اسطواني اهو، انا شايف او انا حاطط في دماغي ان هو يبقى كده، لكن هو اكتوالي كده برضو عليه كده الموجة بتاعتي، وعليه برضو سيرفس فينس اللي طالع واللي نازل واللي طالع واللي نازل واللي طالع واللي نازل. تاني، مهما بلغت دقة المكنة لازم يبقى فيه سيرفس رفنس. سيرفس رفنس يعني ايه؟ يعني قمة وقاع، يعني بيك وفالي. كل ما كان انت عامل العملية دي على المكنة بغرض الفينيشنج، المسافة ما بين القمة والقاع اللي موجود على السطح الناتج تبقى قليلة. وكل ما كنت بتعمل العملية دي على المكنة بغرض الرافنج او التخشين، المسافة ما بين القمة والقاع دي هتبقى. طيب قلنا قبل كده المكان بتاعنا ما بيشتغلش من غير تول،
فمن هنا يصح ان انا ما اقولش ماشين، انما اقول ماشين تول. براجع الكلام تاني اللي انت عارفه، ان من اشهر الماشين تول اللي موجوده التيرنينج ماشين اللي احنا اوقات بنقول عليها السنتر ليث، الدريلينج ماشين اللي هي المتاقيب، الشيبنج ماشين ان جنرال اللي احنا بنقول عليها ماكينات القشط، الميلينج ماشين اللي هي ماكينات الفرايز، اخر حاجه خالص ماكينات التجليف. طيب انا هختار بقى ما بينهم ازاي؟ يجي بقى السؤال المهم، الماشين تول تايب السيلكتد اكوردنج تو، حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه ده ريكوايرد سيرفيس جيومتري، الحاجه الثانيه ده ريكوايرد سيرفيس فينيش اوف ذا فاينل برودكت. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني الكلام ده انا جاي لي واحد بيقول لي ان انا عايزك تعمل لي الفاينل برودكت ده، طيب انا هبص على الاسطح بتاعته. طب ايه انواع الاسطح ان جنرال؟ عندي سطح فلات، عندي سطح سلندريكال، عندي سطح تيبر او كون. طيب ايه الماكينات اللي كانت بتطلع الاسطح الفلات؟ المقاشط والفرايز اللي هم الشيبنج ماشين والميلينج ماشين. طيب ايه الماكينات اللي كانت بتطلع الاسطح الاسطوانيه اللي هي السلندريكال؟ عندك هو انت عايز اسطواني خارجي ولا عايز اسطواني داخلي؟ طب اسطواني خارجي انا فاهمه، طب اسطواني داخلي؟ اسطواني داخلي يعني خرم ثقب موجود في شغلان. اللي انا فاكره وانت فاكره برضو، اللي ما كانت المخرطه كانت بتعرف تعمل الاسطح الاسطوانيه الداخليه والخارجيه. طب كنت ممكن اعمل اسطح اسطوانيه داخليه في حته تانية؟ كنت بتعملها فين؟ كنت المتاقيب. طيب النقطه المهمه اللي بعد كده، واحنا كنا بنعمل الاسطح التيبر فين؟ لو انا عندي شغلانه فيها تيبر، يعني عندي حته من شغلانه فيها كده، فيها قطر من الاول وفيها قطر من الاخر، السطح الناتج ده او السطح الوصل ما بين القطرين ده هو اللي احنا بنسميه التيبر سيرفيس، كنت برضه بعمله على المخرطه. يعني احنا عايزين نقول هنا ايه بقى؟ جالي الفاينل برودكت، هفحص الاسطح اللي فيه، لو كانت فلات يبقى انا بتكلم على المقشطه والفريز، لو كانت اسطوانيه خارجيه يبقى انا بتكلم على المخرطه، لو انا بتكلم على اسطوانيه داخليه يبقى انا بتكلم على المخرطه وبتكلم على ايه. دي النقطه الاولانيه بتاعت ماشين تايب سيلكتد اكوردنج تو ذا ريكوايرد سيرفيس جيومتري. السيرفيس جيومتري دي اللي هي شكل السطح بتاعك فلات سلندريكال او التيبر. النقطه الثانيه بقى ايه الريكوايرد سيرفيس فينيش؟ انا دلوقتي بعد اما عملت السطح الاسطواني الخارجي على المخرطه، عايز ارفع السيرفيس فينيش بتاعه، عايز اعمل له امبروفمنت، عايز اخد سطح انعم، اروح اوديه على ماكينات التجليخ. ما ماكينه التجليخ عموما هتكلم بقى على، او هروح لناحيه المكنه بتاعت مكنه التجليخ الاسطواني الخارجي اللي هي اكسترنال سلندريكال جرايندنج ماشين. لا 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 لا، ده انا كان السطح عندي اسطواني داخلي وكنت جايبه برضو من المخرطه وعايز ارفع اعمل امبروفمنت للسيرفيس فينيش بتاعه. يبقى انا ساعتها هودي على مكنه التجليخ. اللي فاتت لا، اللي فاتت كانت بتتعامل مع الاسطح الاسطوانيه الخارجيه، لكن انا دلوقتي عايز اوديه على المكنه اللي بتتعامل مع الاسطح الاسطوانيه الداخليه لما يعرف بمكنه التجليخ الاسطواني الداخلي internal cylindrical grinding machine. لا ده انا السطح اللي طلع من الفلات اللي انا جبته من مكنه التفريز مش عاجبني وعايز ارفع السيرفيس فينش بتاعه، عايز انعم السطح ده، يبقى ساعتها عايز اروح لمكنه التجليخ اللي بتتعامل مع الاسطح الفلات فيما يعرف بمكنه التجليخ السطحي او السيرفيس جرايندنج ماشين. بفكرك ان المخرطه كانت بتعمل الاسطح الدورانيه بغض النظر الرو ماتيريال جاي عامله ازاي، مدوره فلات مش قضيتي، انما المخرطه اما قلم المخرطه بيعدي على الشغلانه بيعمل سطح اسطواني خارجي او داخلي طبعا زي ما قلنا.
المتقاب بيعمل سطح اسطواني داخلي، دي المقشطة. المقشطة بتعمل سطح فلات برضو بغض النظر هي الخامة بتاعتي كان شكل سطحها ايه. اللي انا عارفه واللي انت عارفه ان قلم المقشطة لو عدى على رو ماتيريال الفاينل برودكت هيديني سطح فلات. نفس الكلام بالنسبة للفريز، بغض النظر شكل الرو ماتيريال ايه، لكن اما سكنت الفريزة عدت على السطح على مكنة الفريزة برضو طلعته فلات. المنظر اللي قدامي ده احدى انواع ماكينات التجليخ اللي هي بتتعامل مع الاسطح اللي جايه لها فلات، يعني ده لازم هنا يكون فلات. الرو ماتيريال اللي داخله على حجر الجلخ لازم تكون فلات، عشان كده وديتها على مكنة التجليخ السطحي او السيرفيس جرايندنج، سيرفيس جرايندنج ماشين، والغرض ان هي ترفع لي السيرفيس فينيش بتاع الاسطح. هنتكلم شوية بقى عن الكاتينج تول. الكاتينج تول بيتعمل لها أو بتتصنف بطريقتين. الطريقة الأولانية طبقا لعدد حدود القطع، فبنقسمها نقطتين، عدد بتحتوي على سنجل كاتينج ايدج بنقول عليها سنجل بوينت تول، وعدد بتحتوي على حدين او اكتر فبنقول عليها مالتي كاتينج ايدج او مالتي كاتينج تول. قلم المقشطه، قلم المخرطه سنجل بوينت تولز، البنطه حدين قطع، سكينه الفريزه مينيموم 6 او 8 حدود قطع، حجر الجلخ انفينيتي حدود قطع او كاتنج ايدج. عشان كده البنطه سكينه الفريزه حجر الجلخ بيندرجوا تحت التايتل بتاع المالتي بوينت تولز. ممكن اصنف الكاتنج تول تصنيفه تانية برضو على حسب حركه التول اثناء اداء الاوبريشن على المكنه. بمعنى عندي تولز بتعمل لينير موشن بس على المكنة زي قلم المقشطة وقلم المخرطة، عندي عدد بتعمل روتري موشن فقط زي الميلين كتر، عندي عدد بتتلف وبتعمل حركة لينير زي البنطة وزي حجر الجلد. خدنا قلم المخرطة على سبيل المثال. قلم المخرطة من وجهة نظر عدد الحدود القطع بيعتبر single point tool. قلم المخرطة من وجهة نظر نوع الحركة اللي بيتحركها أثناء الأوبريشن بيعتبر linear motion tool. بيتكون من اتنين parts كبار. البارت الأولاني اللي هو البارت اللي ورا ده اللي احنا بنسميه الشانك. الشانك ده الجزء اللي بيتمسك منه القلم. البارت التاني، البارت اللي قدام ده، هو ده البارت المهم، هو ده البارت اللي بيتسن، هو ده البارت اللي بيلمس الشغلانة، هو ده البارت اللي بيكون سبب ان يخرج الرايش من الشغلانة. الرايش اما يخرج من الشغلانة بقى يبتدي يتحرك، يتزحلق، يسلايد على الجزء اللي فوق ده اللي احنا بنسميه التول فيس. استكمالا لبقية الاجزاء، الجزء دوت بنسميه ميجور كاتنج ايدج، السطح اللي تحتيه بنسميه ميجور فلانك. يتقاطع الميجور كاتنج ايدج مع الماينور كاتنج ايدج في نقطة، النقطة دي اللي هي السن اللي قدام ده احنا بنسميها التول نوز. السطح اللي تحت الماينور كاتنج ايدج بنسميه ماينور فلانك. كاتنج فاريبلز او متغيرات القطع مهم جدا قبل ما نعمل اي عملية على اي مكنة من مكنات التشغيل ان احنا نحدد الكاتنج فاريبلز، اللي هم ثلاث حاجات، اللي هو واحد الكاتنج سبيد،
نمرة 2 الـ depth of cut، نمرة 3 الـ feed. أول نوع خالص اللي هو الـ cutting speed، الـ tangential velocity العادية بتاعت الحاجة اللي بتلف. عندي على المخرطة الشغلانة هي اللي بتلف، يبقى أنا محتاج أجيب الـ cutting speed للـ work piece لو كانت على المخرطة. عندي على مكان التفريز الميلينج كاتر، التول هو اللي بيلف، الكاتر هو اللي بيلف، عشان كده انا عايز اجيب الكاتنج سبيد بتاعه الميلينج كاتر. بنجيبها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها، ان الفي بتساوي الباي في الديامتر بالملي بتاع الحاجه اللي بتلف مضروب في الروتيشنال سبيد بتاع الحاجه اللي بيلف. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الروتيشنال سبيد اليونتس بتاعتها ار بي ام او ريفوليوشن بير مينيت. كل الحاجات دي بقسمها على 1000، لان مهم ان تبقى اليونت بتاعه الكاتنج سبيد بتبقى متر بير مينيت. لو اتنقلنا للنقطه الثانيه، النقطه بتاعه الديبث اوف كات اللي احنا بنقول عليه العمق القطع، ده ممكن نقول عليه ثيكنس اوف لاير تو بي ريموف، سمك الطبقه اللي انت عايز تشيل، او القلم داخل في الشغلانه قد ايه، او العكس، اتمنه سمك او مسافه لينير بتقاس، عشان كده اليونت بتاعته بتبقى بالمليمتر. تالت حاجه اللي هي حركه التغذيه او التغذيه او الفيد اللي بنرمز لها بالرمز اس. احنا قلنا قبل كده ان سمك الطبقه اللي انا بشيلها من الشغلانه بسميها ديبث اوف كات او عمق القطع. طب انا شلت السمك الطبقه دي فين؟ في جزء من طول الشغلانه. طب ما هو باقي طول الشغلانه انا لسه ما شلتش منه نفس السمك ده. فالحركه اللي بتحركها الطول او الحركه اللي بتحركها الشغلانه لمنطقه اخرى لازاله نفس السمك اللي انا شلته في منطقه قبل كده، ده اللي احنا بنسميها حركه التغذيه. يبقى حركه التغذيه تعميم، الحركه اللي بتحركها القلم او بتتحركها الشغلانه لتعميم ازاله الدبث اوف كات على طول الشغلانه. طيب ايه اليونت بتاع الفيت؟ نوعين، مليمتر بير ريفوليوشن لكل الماكينات ما عدا المقاشط، مليمتر بير ستروك للمقاشط بس. طيب مليمتر بير ريفوليوشن معناها ايه؟ ان انا بنسب الحركه اللينير للحركه الروتيشنال. طيب الكلام ده معناه ايه؟ عشان نعرف معناه عايز اقول مثال. معناه ايه؟ ان على المخرطه ان انا ظابط الفيد 3 ملم بير ريفوليوشن. ومعناه ايه؟ ان انا ظابط الفيد في المتقاب على 3 ملم بير ريفوليوشن. بالنسبه للمخرطه مين اللي بيلف؟ الشغلانه. مين اللي بياخد الحركه اللينير؟ القلم. يبقى في الوقت اللي الشغلانه هتلف فيه لفه كامله، في الوقت اللي الشغلانه هتلف فيه لفه كامله، يبقى القلم هيكون اتحرك 3 ملم. طيب بالنسبه للبنطه، ده هنا الموضوع مختلف. البنطه هي اللي بتلف، والبنطه هي اللي بتتحرك لينير. يبقى في الوقت اللي البنطه تكون بتلف لفه كامله، تكون البنطه نزلت في نفس الوقت 3 ملم اللي هي قيمه الفي. طيب انا كده نسبت الحركه اللينير الحركه الروتيشنال، معنى كده ان انا جبت السرعه. اما محتاج اجيب سرعه، يبقى انا محتاجه انسب الحركه اللينير للزمن. عشان كده طلعنا بمفهوم جديد اللي احنا بنسميه الفيد ريت، اللي هي السرعه بتاعت التغذيه بتاعتك دي قد ايه. القلم او الشغلانه هتتحرك بسرعه قد ايه بحيث ان هي تعمم ازاله الديبث اوف كات على طول الشغلانه. اليونتس بتاعتها مليمتر بير مينيت، ودي بتيجي من حاصل ضرب قيمة التغذية اللي هي اليونت بتاعتها مليمتر بير ريفوليوشن في الروتيشنال سبيد اللي هي اليونت بتاعتها ريفوليوشن بير مينيت. دي أمثلة من ماكينات التشغيل المختلفة عشان نشوف أو عشان نفهم منها الـ V والـ A والـ S. على سبيل المثال، ده المثال الأولاني بتاع المخرطة. المخرطة خلاص هي اللي بتلف، فهي اللي معاها الـ V اهي. طيب المنطقة دي أنا قدرت أشيل منها سمك الطبقة اللي هو الـ depth of cut اللي هو بإيه. لو القلم فضل واقف هنا، يبقى مش هيعرف يشيل الـ depth of cut دي في حتة تانية،
فالقلم لقى نفسه إنه محتاج يتحرك حركة التغذية في الاتجاه دوت عشان يروح يشيل الدبس أوف كات في منطقة تانية ويطبق التعريف بتاع التغذية. لو رحنا في حتة تانية، لو جيت عند المقشطة أهي نفس الكلام، ما عنديش أنا بقى هنا دوران، القلم هو اللي بياخد حركة القطع. طيب أنا شلت، لو أنا بتكلم في إن ده السمك اللي أنا عايز أشيله، طب أنا اللي هو الدبس أوف كات، طب أنا خلاص أنا شلته في المنطقة دي، أنا محتاج حد يتحرك حركة بحيث يجيب لي منطقة جديدة، لسه السمك ده ما اتشالش عشان أشيله، ومتيجي الشغلانة هنا هي اللي تاخد حركة الفيد. يبقى الشغلانة لما تاخد حركة الفيد يبقى في منطقة جديدة هتيجي تحت القلم، أما يتحرك عليها يشيل لك الدبس أوف كات من منطقة تانية. رحنا الحتة تالتة، أو رحنا المكنة تالتة اللي هي المكنة بتاعت الفريزة أهي. قلنا قبل كده خلاص ان الكاتر هو اللي بياخد الفي في الفريزه زي ما حركه اللف بتلف اهي. طيب انا ده كانت التخانه الكبيره بتاعتي، طب انا عايز اوصل للسطح اللي ورا ده. طيب يبقى انا دلوقتي شلت من ورا الديبث اوف كات، طب انا عايز اخلي الكاتر يروح حته جديده عشان خاطر يشيل او يعمم ازاله نفس الديبث اوف كات من حته تانيه. ففي الفريزة هنلاقي إن الشغلانة هي اللي بتعمل الحركة دي، يبقى الشغلانة لو اتحركت في الاتجاه اللي جوه بقى في منطقة لسه الثيكنس بتاعها كبير، هتعدي تحت الكتر عشان يقلل الثيكنس بتاعتها أو عشان يشيل سمك الطبق اللي هو اتفقنا عليه اللي احنا بنسميه الدبس اوف كات من منطقة أخرى. آخر حاجة خالص بقى بنتكلم عليها اللي هي الحتة بتاعت التجليخ أو مكنة التجليخ أهي. برضو حجر الجلخ هو اللي بيلف، هو اللي معاه الفي اهي. والله ده سمك الطبقة اللي انا عايز اشيله، يعني ده تقدر تقول ده الفاينل برودكت بتاعك اللي هو السمك ده. طيب انا الحتة دي خلاص زي ما انت شايف كده ان انا شلت الدبس اوف كات بتاعها، طب انا عايز اشيل الدبس اوف كات في الحتة اللي قدامها دي اللي لسه ما خلصتهاش، عشان كده تلاقي الشغلانة اتحركت لك الحركة بتاعت التغذية لقدام. معنى ان اتحركت لقدام يبقى لسه في منطقه الثيكنس بتاعها عالي هيجي تحت حجر الجلخ، ووظيفه حجر الجلخ ان هو يشيل المنطقه دي بحيث انه يعمم ازاله الدبس اوف كات من على طول الشغلانه. طيب عندي بقى باراجراف كده عايزين نتكلم معاه ونقسمه 3 حتت، ازاي السليكشن اوف اوبتيمم كاتنج فاريبل بيعتمد على ريكوايرد سيرفيس فينيش، واحد ازاي السليكشن بتاع الاوبتيمم كاتنج فاريبل بيعتمد على الورك بيس ماتيريال، ازاي السليكشن بتاعت الاوبتيمم كاتنج فاريبل بيعتمد على التول ماتيريال. يعني ايه؟ يعني خلاص احنا يعني فهمنا يعني ايه A ويعني ايه S ويعني ايه V، عرفنا يعني ايه ديبس اوف كات ويعني ايه فيد ويعني ايه كاتنج سبيد، ايه القيم بتاعتهم؟ قال لك القيم بتاعتهم ده بتعتمد على مينيمم 3 فاكتورز. الفاكتور الاولان الريكوايرد سيرفيس فينش، وزي ما قلنا قبل كده السيرفيس فينش اللي هي درجه تشطيب السطح اللي هي بتنقسم ما بين تخشين وتنعيم، بتعتمد برضو على الورك بيس ماتيريال، بتعتمد برضو على التول ماتيريال. دلوقتي احنا عايزين نتكلم على اول فاكتورز بيأثر على السليكشن اوف اوبتيمم cutting variables ألا وهو required surface finish على الأسطح بتاعة الفاينل برودكت. قلنا قبل كده إن السيرفس من وجهة نظر السيرفس فينش بينقسم حاجتين، أنا عايز السطح ناعم يعني finished surface، أو أنا عايز السطح خشن يعني rough surface. الفينيشد سيرفيس بيجي من فينيشنج بروسيس، والرف سيرفيس بيجي من رافينج بروسيس. طيب فين الكاتنج فاريبلز بتاعتي؟ ادي الفي وادي الاي وادي الاس. بيقول لك ايه بقى؟ لو انت عايز تعمل رافينج بروسيس يعني عايز تحصل على سطح خشن، هتقلل الفي هتزود الاي هتزود الاس. لو انت عايز تعمل finishing process يعني الغرض ان انت تطلع finished surface، هتعلى بالA
هتقلل الـ depth of cut، هتقلل الفيد. طيب ناخدها حاجة حاجة. بالنسبة للسرعة، زيادة السرعة هتؤدي إلى الحصول على سطح ناعم. إزاي؟ الراجل اللي بيمسك الصنفرة وبيصنفر بيها الأسطح، الغرض من الصنفرة إيه؟ تخشين ولا تنعيم؟ تنعيم. طيب أما بيعمل صنفرة بيصنفر بسرعة عالية ولا بيعمل بسرعة بطيئة؟ بيصنفر بسرعة عالية. يبقى كده الملاحظة إن في الصنفرة اللي هي العملية اللي الغرض منها إن أنا نعم السطح، الراجل بيصنفر بسرعة عالية. الفكرة إيه بقى من السرعة العالية في التنعيم؟ إن أنت بتدي فرصة للكاتنج إيدج يعدي مرات أكتر على نفس السطح فبينعم. فكرة إن لو السرعة زادت معناها إن الكاتنج إيدج هيعدي على نفس السطح بعدد مرات أكبر. لو الكاتنج إيدج عدى على نفس السطح بعدد مرات أكبر ده معناه إنه هينعم. ينفع بقى مع السرعة العالية إن أنا أبقى واخد عمق قطع كبير؟ لا. ليه؟ لأن إحنا قلنا قبل كده إن عمق القطع يا إما سمك الطبقة اللي أنت عايز تشيلها من الخامة بتاعتك، يا إما مقدار التغلغل الدخول اللي بيدخله القلم جوه الشغلان. فلو أنا خدت سرعة عالية مع ديبس أوف كات عالي معناه إن القلم داخل بعمق قطع كبير جوه الشغلانة، يبقى أنا هعرض القلم إنه يتكسر. يبقى أنا عشان أزود عمر القلم، عشان أزود التول لايف، لازم مع السرعة العالية أقلل الدبس أوف كات. لازم مع السرعة العالية أقلل الدبس أوف كات. فيبقى كده الدبس أوف كات ده متغير تابع. هنا الدبس أوف كات متغير تابع. عشان السرعة تبقى عالية لازم الدبس أوف كات يبقى قليل عشان القلم بتاعك ما يكبرش. الحتة الأخرانية بقى بتاعت التغذية مرسوم لها رسمتين اللي موجودين تحت دول. المنظر اللي انت شايفه ده، المنظر اللي انت شايفه ده سميناه السيرفس رفنس قبل كده، زي ما مكتوب، مكتوب سيرفس رفنس ومكتوب سيرفس رفنس. طيب احنا قلنا ايه بقى؟ ان كل ما المسافة ما بين البيك والفالي او القمة والقاع تزيد معناها ان انا راحت الرف سيرفس. لو المسافة ما بين البيك والفالي، القمة والقاع بتقل، معناها اننا رايح ناحية الفينيش سيرفس. لو ايه بقى؟ ان المسافات دي بتزيد، كل ما قيم الفيد بتكبر، كل ما قيم الفيد بتكبر. معناها ان انت لو عايز تعمل فينيشنج سيرفس يبقى انت لازم تقلل الفيد، انت لازم تقلل الفيد. والعكس في موضوع الرفنج، يبقى انت لو انت بتزود عشان تحصل على فينيش سيرفس بتزود السرعة وبتقلل الدبس اوف كات وبتقلل الفيد، هتلاقي عشان تطلع سطح خشن بتقلل السرعة وبتزود الدبس اوف كات وبتزود الايه الفيد. الكونديشن دي او الـ او الـ او الـ او الجدول ده ما قاليش ازود السرعة لغاية كام، ما قاليش ازود الدبس اوف كات لغاية كام، ما قاليش ازود التغذية لغاية كام. عشان كده كنت محتاج فاكتورز اخرى عشان تحكم العملية. هنروح بقى للفاكتور الثاني اللي هو الورك بيس ماتيريال. كل المواد اللي ربنا خلقها على وجه الارض ممكن تتقسم تحت اتنين كاتيجوري، داكتايل ماتيريال وبريتر ماتيريال. الفرق الداكتايل ماتيريال دي مواد بحتاج ان انا ابذل عليها كاتنج فورس قليلة عشان اخد منها رش، والعكس في البريتل ماتيريال محتاج ابذل كاتنج فورس اكبر عشان اخد منها رش. طيب المثال اللي هنا ايه في حاله الدكتايل؟ الومنيوم وستيل. المثال اللي هنا ايه في حاله البريتل؟ كاست اير. عشان اوصل اكتر، لو انا جبت حتتين، حته كاست اير وحته الومنيوم وركبتهم على المخرطه، والغرض ان انا اشيل 1 مللي من الاثنين، ركبت الالومنيوم الاول شلت ال1 مللي، فكيتها وحطيت الكاست ايرون وبعدين خدت الدبس اوف كات 1 مللي، الريكوايرد فورس في حاله الالومنيوم وانا بشيل 1 مللي اقل من الريكوايرد فورس اللي انا محتاجها وانا بشيل كاست ايرون. ده هتفرق في حاجه؟ ايوه، الباور ريكوايرد هتقل. يعني ايه الباور ريكوايرد هتقل؟ يعني فاتوره الكهرباء اللي هتدفع كل شهر هتقل. ادي نقطه. طيب
بغض النظر عن نوع السيرفس فينش اللي انت عايزه. انا من مصلحتي ازود الكاتنج فاريبلز ولا مش من مصلحتي؟ من مصلحتي ان انا ازود الكاتنج فاريبلز من وجهة نظر الكوست. ايه علاقة الكوست بزيادة الـ A والـ S والـ V؟ ما هو معنى ان انا زودت الـ A والـ S والـ V الكلام ده معناه ان الشغلانة هتاخد وقت اقل على المكنة. لو خدت وقت اقل على المكنة فيما يعرف بزمن التشغيل او الماشيننج تايم، ده معناه ان الكوست هتقل. على سبيل المثال الشغلة اللي قدامي دي انا خدت عايز اشيل منها ديبس اوف كات 4 مللي، فواحد قال لي انا ممكن اشيل الديبس اوف كات 4 مللي في مشوار واحد مره واحده، واحد قال لي لا 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 ده هيبقى كتير، ده انا اخري اشيل 2 مللي. يبقى الراجل اللي هياخد ال 4 مللي هيعمل مشوار واحد، لكن الراجل اللي هيشتغل على 2 مللي محتاج يعمل كم مشوار؟ مشوارين. معنى كده ان الزمن بتاعه هيطول. يبقى انت لما بتعلي الديبس اوف كات الوقت بيقل. طيب وانت بقى بتتحرك للمشوار ده سرعه التغذيه بتاعتك عامله ازاي؟ اكيد كل ما الاس بتاعتك كبرت ده معناه ان انت هتخلص المشوار ده. عشان كده زيادتي للكاتنج فاريبلز هتصب في مصلحه ان الماشيننج تايم هيقل والكوست هيقل. كل ده بقى بالعكس الناحية التانية. ازاي؟ في حالة البريتل ماتيريال اتفقنا كده كده ان الكاتنج فورس ريكوايرد عالي. طيب ايه اللي هيحصل لما تزود الـ A والـ S والـ V؟ لو انت زودت الـ A والـ S والـ V بغرض ان انت عايز تكسب ان الحتة تاخد وقت قليل على المكنة فالكوست بتاعها هيقل، هتلاقي الألم بتاعك اتكسر، الطول لايف بتاعت الألم قلت. طب ايه اللي حصل؟ ما حصل الكاتنج فورس دي بتزيد بتتغير مع الكاتنج فاريبلز. فكونك ان انت رفعت الـ A والـ S والـ V او احداهم ده معناه ان الكاتنج فورس بتاعتك كبرت اكتر ما هي كبيرة، فهتأثر على الألم وهتخلي الطول لايف بتاعه أقل. الفاكتور اللي بعد كده اللي هو الكاتنج تول، وبنبص على الكاتنج تول من وجهتين نظر. وجهة النظر الاولانيه الكاتنج تول ماتيريال، ايه الخامات بتاعه الكاتنج تول. وجهة النظر الثانيه الكاتنج تول انجل اللي هي زوايا الالم او زوايا القطع بتاعه الالم. هنبتدي نتكلم الاول عن الاشتراطات اللي لازم تبقى موجوده في الكاتنج تول ماتيريال. اول حاجه لازم تبقى موجوده الهاردنس. ايه تعريف الهاردنس؟ الصلاده. يعني ايه صلاده؟ the ability to resist penetration and scratching، مقاومه خدش السطح. طيب بالنسبه للشغلانه وبالنسبه للالم مين المفروض يخدش مين؟ مين اللي بيطلع رايش من مين؟ المفروض ان الالم هو اللي بيخدش الشغلانه، الالم هو اللي بيطلع رايش من الشغلانه. عشان كده لازم الالم الماده بتاعته تبقى هاردر than الورك بيس ماتيريال. خد بالك ان احنا بقى اما بنتكلم على الهاردنس بنتكلم على درجة حرارة الجو، يعني الـ ability to resist penetration and scratching في درجة حرارة الجو. طيب ده اوقات عمليات القطع في المكن بتوصل درجة الحرارة بتاعت الألم ل 500 600 700 800، وفي ابلكيشن ممكن توصل تعدي ال 1000. طيب بقت الهاردنس كافيه؟ لا بقت غير كافيه، لان انت بتقول الهاردنس مقاومه خدش السطح في درجات حراره الجو. عشان كده رحنا بعد كده في التعريف اللي بعد كده او في الحاجه اللي بعد كده اللي لازم الماده بتاعه الالم تكون متميزه بيها، اللي هي الهوت هاردنس او الريد هاردنس. ازاي ان انا بحتفظ بالصلاده بتاعتي في درجات الحراره العاليه؟ طب هو في علاقه ما بين الصلاده وبين درجات الحرارة؟ طب وانا هربطهم ببعض ليه؟ ما احنا لسه كنا بنقول ان ممكن درجات حرارة القطع ممكن تبقى 500 600 تعدي 800 ممكن توصل ل 1000 كمان. لان في علاقة بقى
ما بين الهاردنس وما بين جبنا خامة اسمها ايه، عارفين الهاردنس بتاعتها عند الروم تمبريتشر، وابتديت ارفع درجة الحرارة بتاعتها واقيس الهاردنس بتاعتها عشان اشوف تأثير درجة الحرارة على الهاردنس. لقينا ان الهاردنس بتاعتنا بتاعت المادة ديت بتقل بمعدل قليل، وبعد درجة حرارة معينة بنسميها الكريتيكال تمبريتشر او التي كريتيكال، المعدل ده بيزيد قوي، وبقى لكل ماتيريال درجة الحرارة الخاصة بيها اللي هي تي كريتيكال. طيب من ناحية تانية انت بتقول لي ايه؟ دايما عمليات القطع بصاحبها زيادة في درجة حرارة القلم فيما يعرف بالكاتنج تمبريتشر. طيب المفروض الكاتنج تمبريتشر دي مهما كانت، لو انا جيت في عملية معينة جيت وقعتها هنا شمال التي كريتيكال، ده معناه ايه؟ ستيل الهاردنس بتاعت التول هاردنس عالية، ما نقصتش كتير تقدر تقوم بعملية التشغيل بتاعتها. لكن لو كانت الكاتنج تمبريتشر موجودة هنا، ده معناه ان الهاردنس بتاعت القلم وقعت قوي، يعني القلم ما ينفعش يقطع في الشغلانة، يعني القلم ما يعرفش يطلع منها رايش، يعني لازم أغير التول ماتيريال. الجراف اللي قدامي ده جراف بيوضح العلاقة برضو ما بين الهاردنس وما بين التمبريتشر، بس لكاتنج تول ماتيريال فعليا موجودة في السوق. عندي خامة اسمها هاي سبيد ستيل بنديها رمز HSS، وعندنا كاربايد، وعندنا سيراميكس، وفي خامة أعلى من السيراميكس اللي هي الدايموند، اللي هي أصلد مادة ربنا خلقها على وجه الأرض. بالانتقال من الهاي سبيد ستيل ثم الكربيد ثم السيراميك ثم الدايموند، نلاقي إن الهاردنس بتعلى، نلاقي إن الهوت هاردنس بتاعتي بتعلى. ومعنى إن الهوت هاردنس بتعلى يعني التي كريتيكال أعلى، بمعنى التي كريتيكال بتاعت الدايموند أعلى خالص، يليها التي كريتيكال بتاعت السيراميكس ثم التي كريتيكال بتاعت الكربايد ثم اقل حاجه خالص التي كريتيكال بتاعت الهاي سبيد ستيل. يبقى دلوقتي احنا قلنا الريكويرمنت في الكاتنج تول ماتيريال، قلنا الهاردنس وقلنا الهوت هاردنس، داخلين بعد كده في التوفنس. توفنس بالعربي يعني متانه، بيقول ايه بقى؟ التوفنس از ابيليتي تو ريزيست شوك وداوت بريكنج. طيب هو مين اللي هيريزيست التشوك؟ القلم. طب وايه التشوك ده؟ دايناميك لود. يعني ايه دايناميك لود؟ يعني اللود متغير. هو في لود في عمليه القطع، ايوه، اللي هي الكاتنج فورس. هي الكاتنج فورس متغيره، اه ممكن الكاتنج فورس تبقى متغيره اثناء عمليه القطع. طب ايه اللي يغير الكاتنج فورس؟ قلنا قبل كده ممكن تغيير الكاتنج فاريبلز يغير الكاتنج فورس. في حاجه تانية ممكن تغير الكاتنج فورس؟ اه ممكن المقاومه بتاعت الماده على طول الشغلانه تبقى مختلفه، فانت تبقى محتاج تبذل كاتنج فورس في حته اكبر من حته تانيه عشان تشيل نفس عمق القطع. يبقى لازم الكاتنج تول ماتيريال التفنس بتاعتها تبقى عاليه، يعني بتقدر تتحمل الديناميك لود من غير ما يحصل لها كسر. اللي بعد كده الوير ريزيستنس، از ابيليتي تو ريزيست جراديوال وير كوزد باي ابريجن اند فريكشن. من شوية واحنا بنشرح القلم قلنا الرايش بيسلايد على ايه؟ بيتحرك على ايه؟ بيتحرك على التول فيس. واحنا ما ننساش ان في كونتاكت اصلا ما بين القلم وبين الشغلان. طب في حالة المخرطة الشغلانة بتلف، طب ما هو القلم ما بيلفش، فايه اللي ممكن يحصل في الكونتاكت ما بينهم؟ يحصل وير. طب وما يحصل وير هيأثر على الكاتنج فاريبل، هيأثر على الكاتنج فاريبل. على سبيل المثال الدبس اوف كات. يعني على سبيل المثال الدبس اوف كات، يعني انا دلوقتي القلم القلم بيشيل دبس اوف كات 2 مللي. لو القلم حصل له تآكل وانت مش هتاخد بالك منه، لان التآكل بتاع القلم ما بيبقاش ملحوظ بالعين المجرده كده،
فمعنى كده ان هو بدل ما ياخد دبس اوفكات 2 مللي هياخد دبس اوفكات تاني لان حصل تآكل. يبقى لازم المادة بتاعت القلم تبقى الوير ريزيستنس بتاعتها عالية عشان خاطر ما يحصلش تغيير في الكاتنج فاريبل. طب ما هو ما لو حصل تغيير في الكاتنج فاريبل يحصل ايه؟ يحصل تغيير في الدايمنشن بتاعة الفاينل برودكت، يعني تعمل الشغلانة الواحد يقول لك لا مش دي الابعاد اللي احنا متفقين عليها. اخر حاجة بقى خالص اللو فريكشن كوفيشنت، بيحصل احتكاك ما بين الرايش وما بين السطح بتاع القلم اللي هو التول فيس. طب ما الفريكشن ده ممكن يزود درجة الحرارة بتاعة القلم برضو، يعني غير ان عملية القطع نفسها فيها كاتنج تمبريتشر، والكاتنج تمبريتشر ديت تزيد مع الكاتنج فاريابلز، تزيد مع الورك بيس ماتيريال، لا كمان ممكن لو الفريكشن عالي ما بين مادة الورك بيس اللي هي مادة الرايش وما بين المادة بتاعة التول ماتيريال تخلي في درجات حرارة أعلى نتيجة الاحتكاك. عشان كده لازم المادة بتاعة القلم يكون لو فريكشن كوفيشنت، معامل الاحتكاك بتاعها مع مادة الشغلانة يبقى قليل عشان درجة الحرارة الناتجة من الاحتكاك تبقى قليل. يبقى دلوقتي لو أنا بتكلم على القلم قلنا في نقطتين، النقطة الأولانية الكاتنج تول ماتيريال، النقطة التانية الكاتنج تول أنجلز. الكاتنج تول ماتيريال قلنا الماتيريال بتاعة القلم لازم تحتوي على مينيموم خمسة بروبرتيز. ايه الخمسة بروبرتيز؟ الاولانية الهاردنس، وبعدين الهوت هاردنس، وبعدين التوفنس، وبعدين الوير ريزيستنس، وبعدين لازم تكون بتتميز بلو فريكشن كوفيشنت. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ ايه المواد بقى المستخدمة ككاتنج تول؟ عندي الهاي سبيد ستيل اللي احنا بيدوله الرمز ال HSS، عندي الكربويدز، عندي السيراميكس، عندي الدايموند، وعندي الابريسيف ماتيريال. الابريسيف ماتيريال دي هنستخدمها في احجار الجلغ. اشهر مواد موجوده ومستخدمه في الورش من المواد دي هي الهاي سبيد ستيل والكربايدز اللي احنا اوقات بنقول عليه سيمنتد كربايدز. انا بشتري الهاي سبيد ستيل كخامه بالشكل ده، مكتوب عليها ارقام بتدل على حاجه، M2 ده نوع الخامه بتاعت الهاي سبيد ستيل لانه جريد، 3 على 8 انش في 3 على 8 انش في 4 انش، ال 3 على 8 في ال 3 على 8 ده الكروس سيكشن بتاعه، الطول والعرض كام الحته دي. لكن الاربعه لا، ده الطول بتاعه بقى كله كده، الاربعه انش دول كام. اللي بيحصل بعد كده اللي انا بسنه، بسنه يعني ايه؟ يعني انا بعمل فيه الشكل اللي قدامي ده، بديله الطول فيس، بسنه عشان اخلي الكاتنج ايدج الميجور والماينور تظهر، التول نوز تظهر، وبمسكه من الحته اللي من غير سن اللي هي اللي ورا دي اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده اللي احنا اسمها الشنك. طيب مع الوقت انت ساعات بتبقى محتاج تعيد سن القلم، فايه اللي بيحصل؟ الحته اللي قدام اللي انا بقطع بيها كل ما تتسن بتدخل لجوه. يعني ايه بتدخل لجوه؟ يعني بتاخد من طول الشنك لغايه ما نوصل لطول شنك انا مش عارف اربط القلم بيه فبنرميه. ده الهاي سبيد ستيل تول. الكربايد بقى نقطة تانية، الكربايد بيسميه ايه؟ هل القلم اللي قدامي ده كله كربايد؟ لا، ده الحتة اللي قدام دي بس، دي اللي احنا بنسميها، دي اللي بتبقى الخامة بتاعتها كربايد. عشان كده احنا ما بنسميهوش كربايد تول، لا بنسميه كربايد تيب تول. الحتة اللي قدام دي اللي احنا بنسميها تيب. طب وبقية الجسم التاني ده؟ لا، ده تول سبورت، ده بأي مادة تانية غير الكربيد. فدي الحتة الكربايد تب، دي الحتة الكربايد تب، دي الحتة الكربايد تب. طب بقيته المادة بتاعته مش كربايد، بقية المادة بتاعته مش كربايد، بقية المادة بتاعته مش كربايد، بنسميها تول سبورت. طيب ازاي بتوصل الكربايد تب بالتول سبورت اللي هو بقيه الجسم اللي انا عمال اشاور عليه ده؟ بطريقتين، القلم ده والقلم ده الكربايد تيب بتتلحم ويلدد.
ويلدد تو التول سبورت اللي ورا ده. لكن في نوع بيبقى كلامبد، في مسمار كده موجود، فالكربايت تب يا اما تتلحم ولدت في الجسم بتاع التول سبورت، يا اما الكربايت تب بتتربط بمسامير كلامبد تو تول سبورت. ده كده تفصيلة الهاي سبيد ستيل عشان تعرف المكونات بتاعته ايه، باعتباره من اشهر انواع الكاتنج تول ماتيريال. برضو دي نفس التفصيلة بس خاصة بالكربايد أو بالسمنتد كربايد، باعتباره من أشهر كاتينج تول ماتيريال. كده احنا خدنا القلم من وجهة النظر الأولى اللي هي الكاتينج تول ماتيريال. عايزين ناخد القلم من وجهة النظر الثانية اللي هي الكاتينج أنجلز بتاعت التول. قلم جبت المادة بتاعته بالخمس اشتراطات اللي فيها وما سندش القلم، يعني ما اديتش للقلم الكاتنج انجلز بتاعته، مش هتاكل ومش هتطلع رايش ومش هتعمل اي حاجه. طيب هو فين القلم بتاعي هنا؟ القلم بتاعي هو ده، هو ده القلم بتاعي. في زوايا قطع جوه القلم وفي زوايا قطع بره القلم. زاويتين القطع اللي بره القلم اللي هي ايه دي؟ اللي هم بيسموها الراك انجل او زاويه الجرف، والزاوية سي دي اللي هم بيسموها الكليرنس انجل او بيسموها الريليف انجل اللي هي زاوية الخلوص. اخر زاوية اللي هي جوه القلم اللي هم بيقولوا عليها البي اللي هي الويدج او الليب انجل. لو انا زودت زاوية الاي يعني الخط ده نزل لتحت شوية، البي هتقل. ولو انا زودت الكليرنس انجل يعني زودت السي يعني الخط ده هيتحرك يمين شويه، معنى كده ان البي هتقل. انا من مصلحتي البي هتقل ولا البي تزيد؟ البي لو قلت معنى كده ان القلم هيتكسر بسرعه، معنى كده ان التول لايف بتاعت القلم هتقل. فانا مش مصلحتي ان انا اقلل البي. الزاوية A والزاوية C زوايا مميزة جدا جدا جدا، هنعرف فايدتهم بس مش معنى كده ان انا ازودهم، لان انا لو زودت القلم بتاعها هيضعف وهيتكسر. الراك انجل زاوية الجرف فايدتها guide the chip away from the cutting edge، يعني انت هنا بيطلع لك الرايش، جيت انا عملت له سلمه مايله كده من هنا، الرايش اللي طلع دوت هيقف فوق ولا هينزل؟ هينزل. يبقى الغرض منها انها تاخد الرايش بعيد عن منطقه القطع. طيب دي زاويه مفيده جدا، بس زي ما لسه قايلين ان انت لو حبيت تزود الاي، الاي دي هتزيد على حساب ان البي هتنقص. فلو البي نقصت يبقى هيحصل ويكن للتول وكل شويه القلم يتكسر منه. طيب جه بقى قال لي ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف وممكن تبقى زيرو، يعني ايه؟ هو فين الخطوط بتاعتي؟ المحور بتاع القديم اهو، هو ده اللي انا كنت لسه راسمه، هو ده كده الخط بتاعي. الزاويه دي زاويه بوزيتيف زي ما كانت موجوده في السلايد اللي قبليه. ممكن تبقى الزاويه زيرو زي الرسمه اللي قدامك كده، ممكن تبقى الزاويه نيجاتيف، مع الاخذ في الاعتبار الاتي ان هنا البي قليله، هنا البي زادت شوية، هنا البي زادت قوي. حلو قوي. معنى ان البي زادت قوي معنى ان الألم بتاعك عمره طول، معنى ان الألم بتاعك ممكن يتحمل كاتنج فورس اعلى. هو انهي كاتنج فورس بتبقى كبيرة؟ اما تبقى الورك بيس داكتايل ماتيريال ولا تبقى بريتل ماتيريال؟ بريتل ماتيريال. يبقى عشان كده ان ظهرت الزيرو راك انجل والنيجاتيف راك انجل، لو انا محتاج اقطع في بريتل ورك بيس ماتيريال، لان الناد ان الكاتنج فورس الناتجه هتبقى كبيره، فممكن تقلل عمر الالم. عشان كده عملنا الزيرو والنيجاتيف راك انجل. انما في حاله في حالة الدكتايل ماتيريال، في حالة الدكتايل ماتيريال أنا محتاج تبقى الزاوية بوزيتيف، لأن في حالة الدكتايل ماتيريال زي ما قلت قبل كده أنت ممكن تزود الدبس أوف كات وكل متغيرات القطع
عشان تنزل بالماشيننج تايم عشان ترخص الشغلانه. طب اما تبقى كميه الرش كبيره يبقى انت محتاج تزحلقها بسرعه بعيد عن منطقه القطع، ادي الرايش ده. عشان كده احنا عملنا الزاويه بوزيتيف في حاله تايل ماتيريال. الزاوية التانية المهمة اللي هي الزاوية بتاعت الكليرنس انجل اللي موجودة دي، الفايدة بتاعتها avoid any friction between the tool flank and the work piece. فين بقى اللي انا بتكلم فيه؟ هو ده التول فلانك. حد فاكر كان ده اسمه ايه؟ هو اللي فوق ده كان التول فيس. فهو عايز يقلل الاحتكاك اللي موجود ما بين الورك بيس والتول فلانك. طيب الزاوية اللي قدامي دي ده بوزيتيف كليرنس انجل، طيب ممكن تبقى بزيرو، يعني ممكن يبقى الخط بتاعي يبقى هنا، القلم يبقى موجود هنا، يبقى انا زودت الاحتكاك. ممكن تبقى نيجاتيف، يعني القلم بتاعي يبقى هنا، مستحيل عشان الورك بيس. عشان كده الريليف انجل او الكليرنس انجل دي ما ينفعش غير ان هي تبقى بوزيتيف. ادي واحد، نمره اتنين. طيب اما نيجي نزودها معنى كده ان السي لو زادت في الاتجاه البوزيتيف برضه البي هتقل، عشان كده هتلاقينا بناخد سمول كليرنس انجل في الهارد ماتيريال والبريتل ماتيريال. ليه؟ عشان خاطر انا محتاج البي تبقى كبيره عشان القلم يقدر يتحمل الكاتنج فورس الناتجه من البريتل ماتيريال، على عكس بقى الدكتايل ماتيريال الكاتنج فورس قليله، فده يتيح لي ان انا ازود الكليرنس انجل عشان خاطر اتاكد ان انا منعت الاحتكاك ما بين التول فلانك وما بين الورك بيس عشان درجه الحراره اللي ناتجه من الاحتكاك تقل. تاني اكسسيف كليرنس انجل ماي ويكن التول، لان زياده السي هتبقى على حساب البي فالقلم بتاعي هيضعف. It is important to note that the cutting tool must be well sharpened to machine material efficiently. Well sharpened يعني ايه؟ يعني معاه cutting angles. يبقى خلاصة الكلام انا جبت قلم، القلم دوت ليه خامة فيها مينيمم الاشتراطات الخمسة، دي اول شرط. الشرط التاني لازم يكون مسنون، مسنون يعني well sharpened. well sharpened يعني معاه ال A ومعاه ال B ومعاه ال C عشان يقدر يقطع في المعادن ويطلع رايش بكفاءة عالية. نقطة برضو، بما اننا في محاضرة مقدمة قلنا ناخد فكرة عن انواع الرايش، عندنا رايش ان جنرال نوعين. النوع الاولاني بيبقى رايش بيبقى طوله كبير الى حد ما كده، ده اللي احنا بنسميه الكونتينيوس تشيب. الرايش التاني بيبقى حتت مفتفت كده او قطع صغيره، ده اللي احنا بنسميه ديسكونتينيوس تشيب. وانا بقطع في بريتل او هارد ورك بيس ماتيريال بنسبه 100% هيطلع رايش ديسكونتينيوس، لان احنا قلنا قبل كده ان الديبس اوف كات وانا بقطع البريتل ماتيريال هيبقى قليل، لان انا خايف ان الكاتنج فورس تزيد عن اللازم فالقلم بتاعي يتكسر. فمعنى ان الديبس اوف كات قليل معنى كده ان الرايش بتاعك هيبقى ديسكونتينيوس. في المقابل بقى مش الشرط الوحيد عشان يطلع لي الكونتينيوس تشيب انها تبقى داكتايل ماتيريال، لا ده لازم كمان الفيلوسيتي بتاعتي تبقى عاليه، الكاتنج سبيد بتاعتي تبقى عاليه، الفيد بتاعتي تبقى قليله، ولازم تبقى زاوية الجرف بتاعتي كبيرة. وجود المسطرة في الصور في الصورة دي أو في الصورة دي عشان يدي لك indication للأطوال اللي موجود. ودي كانت نهاية المحاضرة الأولى اللي هي كانت مقدمة عن عمليات التشغيل وعن ماكينات التشغيل. شكراً.